من ضمن الأسئلة، أتعامل إزاي مع المدير المايكرو مانجمنت أو اللي بيدخل في كل حاجة؟ أعمل إيه معاه؟ الحقيقة في الحالات اللي زي دي وجهة نظري بتختلف من شخص لآخر، ولكن وجهة نظري إن الشخص ده أوبسيست. وأنا أعرف إحدى القصص إن المدير، وكان يعني حاجة كبيرة جدا، منصبه رفيع جدا، وعاوز أقول لكم إن كان بيدخل أوضة أوضة يبص في الشركة على الناس، وأنتوا بتعملوا إيه؟ وطب وريني أنتوا بتشتغلوا في إيه؟ يعني طيب هنا التعاون معاه بيكون ازاي؟ في ناس بتتضايق، ولو انت من النوع اللي هو لا هو بيدخل في كل حاجه لا هتعاني على اللونج تيرم، فنصيحتي من البدايه قدم على شركات تانية عشان انت مش هتتقبل. النوع اللي عاوزه تسايس الامور او الناس اللي هي شايفه ان انت ممكن تطلع بحل افضل، نصيحتي هو عاوز ان يشوف كل حاجه، فغرقه معاك في التفاصيل، وري له انت بتشتغل ازاي، كل حاجه عرضها عليه. انا عارف ان في ناس بتتضايق من الموضوع ده، تقول لك ايه هو بيدخل في الشغل، هو مش واثق فيا، لكن يا جماعه ما تاخدوهاش بالمنطق ده. في ناس صحيح ما بتبقاش واثقه في التيم بتاعه، ولكن في ناس تانية بيبقوا هو اوريدي اوبسيست، يعني حاجه كده قهريه لازم ادخل وابص على الناس. لا فهتقولي طب ده مرض انا استحمله ليه وانا امه؟ ماشي، انا بتكلم دلوقتي يا جماعه في شخص عاوز ان هو يتعامل مع هذا الشخصيه. لو حضرتك مش قابل الشخص ده، ايه يا عم ما امشي بغور، قدم يا سيدي على وظائف تانية ومتسيبش شغلك، وان شاء الله ربنا يكتب لك الفي الخير وتجد وظيفه افضل مع شخص اخر. ولكن انا دلوقتي بتكلم في الحاله دي، في هذه الحاله غرقه معاك في التفاصيل، طلع له الشغل كل شويه وريه له، اول ما يجي يدخل خليه جاهز، احنا عملنا كذا كذا يا فندم كذا كذا. وخليه احيانا، في بعض الاحيان الشخصيه دي بتبقى عاوزه هي اللي تاخد الديسيجن، هي اللي تاخد القرار، فاجب عن ده الرغبه دي وقول له البدائل. يعني انت خليك ذكي بقى، قول له ده ده ده، وانا بقترح ده يا فندم، وحضرتك شايف اللي فيه الصالح يعني وجهني وانا هعمله، بس انا شايف ده وانا مقتنع بيه. بس يبقى انت برضك اديت له الهنت، لان الشخصيه بتبقى عندها ارتكاريا في بعض الحالات الاجريسيف او الحاده منها، ان هو عاوز كل حاجه وشايف اي تعديل منك ان هو تعديل عليه. فنصيحه مني، خليك هادي، تعامل على هذا الموضوع وشبعه بالتفاصيل، وخليه ساعات ياخد القرارات، وفي النهايه هو يوصل لحد معين هيثق فيك ويسيبك تشتغل. في بعض الاحيان بتثبت معاه كي بي ايز او كي بيرفورمانس انديكيتور او مجموعه من الحاجات اللي هو حضرتك احنا انا همشيها بالطريقه دي، طب هل حضرتك عاوزنا نثبتها بهذا الشكل على كل الطلبات اللي هتيجي بالشكل ده بعد كده؟ قال لك اه، يبعت له ايميل لو بدام الايميل تمام، ولكن قول له بس ان احنا اتفقنا على ده وثبت الموضوع ده، ولما يجي يكلمه يا فندم احنا خلاص زي ما احنا ثبتنا، فالموضوع ده بعمله بشكل دوري، فخلاص يا فندم امشيه على طول كده بشكل دوري من غير ما ارجع لحضرتك. قال لك تمام خلاص، يبقى كده انت ثبتت شويه حاجات معاه وتعامل معاه على هذا الاساس. نصيحتي بلاش تدخل في تصادم معاه، بلاش تاخدها على نفسك قوي، ده بيتدخل في كل، لان هو يا جماعه مره تانيه المقصود مش انت، في حالات بيبقى المقصود انت ومش واثق في الناس ولكن المقصود الحاله بشكل اكبر بتلعب في هذه النقطه. وربنا يوفقك ويكتب لك كل خير باذن الله. لا تنسوا الاشتراك في القناه والاعجاب بالفيديو لمتابعه كل جديد.